رياح مؤسسة النقد في منع المضاربة على الريال، سيصرف الريال مستقر، ما يعني أيضا أن الصناديق الصندوق الاستثماري السيادي مستقر. هل يمكن أن يكون ذلك دون النظر إلى هيكلية الاقتصاد؟ هنا كيف يعمل الاقتصاد مهم جدا، لأنه إذا كان الاقتصاد لا يولد وظائف فمعناته نحن في يعني في مكان انتظار وفي مكان كسب، لم نستفد من الوفورات الضخمة يعني إضافة إلى بعض النقاط الأخرى يعني ما بدي أتطرق لها. أوقف عن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. شكرا دكتور علي على هذا العرض، وشكرا للزملاء كلهم. يعني اليوم كانت فرصة لنا نلتقي برضو بالزملاء، لنا كانوا معانا في القسم وراحوا في جهات أخرى تستفيد منهم الولد إن شاء الله بأمر الله تعالى. في الحقيقة التركيز على الصناديق السيادية في الحقيقة هي كأداة في يد خلينا نسميها الجهات المسؤولة سياسيا نقديا. من المهم جدا، ويمكن الدكتور علي طرح سؤال يعني مدى دوره حيكون في تنويع الاقتصاد أو مصادر الاقتصاد، وهذه السؤال بصراحة حقيقة الإجابة عليه ما هي سهلة، ما هي سهلة، تصل بخطط وتتصل بمدى فاعلية هذه الصناديق في الأول، لكن زي ما هو معروف إنه الصناديق السيادية تأثرت كثير خلال الأزمة خاصة عام 2008، لكن في المملكة الحمد لله حسب ما تشير الإحصائيات إنه بالعكس زادت من 385 بليون إلى 501 بليون ثروة هذه الصناديق. ويمكن هنا السياسة المتحفظة لمؤسسة النقد والجهات المسؤولة في إدارة هذه الصناديق كان لها دورها، بالإضافة طبعا إلى عائدات وواردات النفط زي ما احنا عارفين. لكن في نفس الوقت في هناك تخوف من الدول في دور هذه الصناديق السيادية، بحيث اتجهت بعض الدول إلى يعني رغبة في فرض إجراءات تحكمية تحكم تحركات هذه الصناديق. فهل برضو أرد السؤال بسؤال، يعني هل من الـ يعني من الـ الأفود هو يوضع إجراءات للتحكم في مسار وفي حركات هذه الصناديق، أم وضع حلول لإدارة الأصول والاتجاه أكثر نحو تكوين محافظ استراتيجية للملكية أكثر من المحافظ الاستثمارية؟ هذا السؤال طبعا هو انطرح على هذه الدول التي لديها مخاوف كثيرة، وكذلك انطرح برضو في سياستنا النقدية هنا في إدارة هذه الصناديق. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر في البداية جامعة الملك عبد العزيز وكلية الإدارة وكل القائمين في ترتيب هذا الجهد الطيب. لا أريد أن أخذ من الوقت كثيرا، وإنما في مداخلتي سأتكلم عن موضوعين منفصلين ليس بينهما اتصال مباشر. الموضوع الأول هو موضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والذي تحدث عنه الإخوان جميعا. وفي هذا الموضوع سأمر مر الكرام على بعض النقاط العامة. أما الموضوع الثاني فهو القريب إلى قلبي وإلى عقلي، والمتعلق في مستقبل الاقتصاد السعودي في الأمد البعيد. وأنا أعرف أنه ليس هذا الموضوع ليس من المواضيع المطروحة
ولكني أحببت أن أغتنم الفرصة لأدخله في هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة موضوع يهم المستقبل ويهمنا جميعا. فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية، البداية وكيف كانت فهي في الولايات المتحدة، ولا أريد أن أعيد كثير من القصص في الموضوع. فالأزمة العالمية هي الحقيقة الحديث عنها هو حديث قديم، لأنها أيضا هي تقادمت وأصبحت الآن في مرحلة الخروج والنهاية. تداعياتها بالنسبة للولايات المتحدة في القطاع المالي، نعرف أنها أوشكت على أن تهبط بهذا القطاع المالي بشكله العام، في القطاع العقاري أيضا تأثرت، القطاع العام هنالك البطالة والانكماش وكل هذه الأمور التي الآن يخرج منها ويتعافى منها قليلا قليلا الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي. كيف تعاملت الولايات المتحدة والدول الغربية مع هذه الأزمة؟ تعاملت معها أولا بسرعة وبشدة، وهذا يختلف عن أزمة 1929 التي ظلت عدة سنوات حتى تم التعامل معها، بينما هذه الأزمة كان التعامل معها سريعا، ولذلك كان الخروج منها سريعا، وضخت الأموال الكبيرة جدا والكثيرة جدا، الأموال العامة التي تدخلت لحماية الاقتصاد من الانهيار. في تداعيات الأزمة في السعودية، والأمر هنا يختلف، في القطاع المالي صار في عندنا زيادة في حجم المخاطر، رغم أن الانفجار لم يكن في المملكة العربية السعودية وإنما كان في نيويورك، إلا أن المخاطر، تقييم البنوك للمخاطر أصبح أقوى والرعب صار أكثر، فتقييم المخاطر بشكل أكثر أدى إلى الحد من الإقراض. أصبحت هنالك صحيح في خسائر من إفلاس بعض الشركات المحلية، شيء أعلن عنه وشيء لم يعلن، وكذلك هنالك انخفاض في قيمة الاستثمارات الأجنبية أيضا لم يعلن عنه بشكل جيد وفصيح، وإنما لا بد أنه تأثر، وأصبح رأينا زيادة في المخصصات لمواجهة الخسائر وتدني الربحية. قطاع البترولي طبعا هبوط شديد في الأسعار، من حوالي سعر البترول 150 إلى حدود 30 ريال، وهذا هبوط عام جدا، ويوضح لنا مدى هشاشة هذا العمود الفقري الذي تقوم عليه الحياة في المملكة العربية السعودية والدول المنتجة للبترول. قطاع الإنتاجي أيضا في المملكة صار فيه انكماش، لأنه صار فيه انكماش شديد في الإقراض، ولا يزال هذا الانكماش قائم، فبالتالي أدى إلى انكماش في الفعاليات الاقتصادية وتدني حجم الطلب. سوق الأسهم طبعا صار هبوط حد كبير جدا في سوق الأسهم الخليجية كلها، وما حدث من هبوط في سوق الأسهم السعودي زاد عن سوق الأسهم في نيويورك وغيره. الاستثمارات السيادية اللي هي الاستثمارات الحكومية في عدم إفصاح أيضا، كما هي الحال بمعظم القضايا والأمور الهامة، في عدم إفصاح من مؤسسة النقد ومن الدولة، وخسائر يبدو أنها محدودة، لكن هذه الخسائر المحدودة التي حدثت في هذه الأموال الحكومية أو الأموال العامة المستثمرة أو ما يسمى بالادخارات، هي ليست نتيجة الحصافة الاستثمارية لمؤسسة النقد أو للدولة، وإنما هي نتيجة لأنها سياسة استثمارية محافظة جدا جدا، وبالتالي الشيء المغلق عليه ممنوع من الهواء. أي بمعنى، لو نريد أن نقيم السياسة الاستثمارية للدولة أو لمؤسسة النقد، علينا أن نأخذ شريحة زمنية 10 سنوات ونقيم ما هي الفرص التي فاتت، فهمت معي، في خلال هذه 10 سنوات من الفرص الاستثمارية الجيدة عندما كانت تضع هذه الأموال كلها في أمور وداعي قصيرة، وبالتالي يمكن التقييم. لكن الخروج الآن الدولة وتقول انظروا إلى هذه الروعة في عملياتنا الاستثمارية بأننا لم نخسر شيء، أعتقد أنه نصف الحقيقة وليست الحقيقة بكاملها. موارد الدولة المالية طبعا صار فيه انخفاض كبير جدا، عاجز في الميزانية نتيجة لتدني سعر الأرباح، ولكن هنالك الاستثمارات التي تم. كيف تعاملت السعودية ودول الخليج مع الأزمة؟ ضعفوا في الإفصاح، والإفصاح نقصد فيه لا تخرج هذه الدول ومنها المملكة العربية السعودية عندما تحل الأزمة، لا تخرج، لا تواجه، لا تشرك الجمهور، لا تشرك المحللين، لا تخرج الأزمة إلى الهواء،
تبقى